لك ايه القرف ده. شكرا للرب اللي ادانا الكتاب المقدس. طيب هنقرا مع بعض من ارميا 3، هنقرا 5 اعداد وده لو خلصناهم كمان. احنا خلصنا ارميا 2 المره اللي فاتت، هنبتدي ارميا 3 النهارده. قائلا اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين. أنت اللي هي مين؟ اللي هي الأمة الإسرائيلية بالرب، هو عريسها، هو سيدة وكل حاجة، بخطبها هي. أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. طب أنت عكس الأولاني ولا إيه؟ العدد الأولاني بيقول إيه؟ العدد المذكور في الكتاب هنطلعه دلوقتي. قائلا إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فلم تذهب لرجل آخر، لا رحت للكتار. أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. حاجات عجيبة عند ربنا. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري. ده بيوصف اللي عملته اللي تعليلي ثاني. أين لم تضاجعي؟ في الطرقات جلست لهم كأعرابي. حتى العرب من زمان كده. كأعرابي، حاجة عجيبة. في البرية ونجست الأرض بزناك وبشرك، فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك، أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت؟ هل يحقد إلى الدهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله، لأنك قدوس 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 قدوس. هذا هو السرافيم وهو ينادي لك حينما دخل إشعياء إلى قدسك. تكلم إلينا رب وعلمنا الطريق والحق والحياة. شكرا لك يا رب، لك المجد. آمين. هاللويا هاللويا. العدد الأول هناخد فيه 3 أعداد تاني عشان نفهمه كويس. قائلا إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ وبعدين بيقول لنا المستند ليه القائل ده قال كده. ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت بني إسرائيل، هو قصد يهوذا بالأكثر، قصد يهوذا لأنه لسه هو إرميا كان بنادي في يهوذا، وهو نبي ليهوذا ومن أواخر الأنبياء. بعد كده اتشالت المملكة كلها لأن المملكة الشمالية كانت اتشالت خلاص، فبنادي ليهوذا. ألست أنت إيه
أما أنت، أما أنت ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة، أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين. لكن ارجعي إلي يقول الرب. فين الوصية دي؟ نطلعها تثنية 24 نقرأ من 1-4 سفر التثنية اللي هي ملخص الأسفار الأربعة الأولى، ده تثنية عظة كلها عظة من موسى وملخص فيها الأربعة الأولى أربع الأسفار الأولانية. تثنية 24 بعد كده بتبتدي بقى يشوع وقضاء اللي هو ما بعد موسى يعني. تثنية 24 من عدد 1 إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء أي حاجة لها وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الراجل ما فيش خلاف بينهم لكن مات الراجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوج بعد أن تنجس ليه؟ لأن ذلك ركس لدى الرب فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا ابتدي حضرتك قول لي من الاول عشان ما سمعتش كويس ده في دين الشيطان بس مش اديان ده الشيطان بيقول عكس المسيح على طول والغريب ان الناس في القرن 21 قبل الكلام ده دي الاولاد هلاك ولا اولاد شياطين واولاد يدول في شعر كتبته واحدة وكتب واحد قبل كده بيتريقوا على الإسلام والمسلمين الاثنين اللي كتبوا كده أبوكم اسمه مين؟ أبوكم اسمه مين؟ وطلع أبوكم اللي هو يعني اللي بيورد بنات يعني للزنا يعني حاجات عجب لكن المشكلة هنا بالعكس المشكلة هنا إيه؟ أولاً نرجع للرمية 3 مين أول كلمة قائلا مين القائلا ده الرب طب ما أنت قلت هو موسى قال لا مش موسى أنت قلت الموسى قول كده الوصية أنت اللي كاتبها مش موسى طبعا قائلا إذا طلق رجل امرأته بالضبط الوصية بتقول كده إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فلم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعها دفعه ليدها فطلق هذه واحد طلق مراته وصارت لرجل آخر جوز واحد تاني فهل يرجع إليها بعد؟ لا طبعا أنت قايل كده وبتعلق وبتأكد الوصية اللي أنت قلتها الأول ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ طب طلباتك إيه يا باشا؟ يا ربنا طلباتك إيه؟ تعالي ارجعي لي يا أخوي حاجة عجيبة جدا ده أنت بتؤيد أيدت في سفر التثنية وأيدت في إرمية تعالي ارجعي لي طب ما أنا اتنجست أرجع لك إزاي؟ صعب التفسير صعب يعني لو اسالكم سؤال نفسي حد اسمع اجابه برضه لو في اجابه ايه رايك يا شيخ عدلي ايه رايك
شيخ جورج السيدات برضو شيوخ. نعم. طب ده في العهد الجديد. هو اللي قال شيخ عدلي مظبوط، ان ربنا بيكمل العهد القديم بالعهد الجديد في الحته دي. فمثلا نتصور وصيه من العهد القديم، ان ضربك احد على خدك الايمن فحول له الاخر. طب ان ضربك على الاخر نعمل ايه؟ تتفهم؟ حول للتاني كمان. هو ملهاش، ان ضربك على الاخر حول للتاني، مش مذكوره كده لكن هي معناها كده، لان ده اللي حصل مع المسيح. ده اتهان لما اتهرق، بصق وضرب وقصبة على راسه وشوك، وهو كان ايه؟ كان عاجز صامت، ما ولا اعترض امام جزيها. الوصية المقالة ليها ناس بتطيع الوصية، ودول بياخدوا بركة الطاعة بلا شك إلى أقصى درجة ممكن. في ناس تاني يحاولوا يفكوا نفسهم من الوصية لراحتهم الشخصية، مش قادر يبعد عن الست دي، راح متجوز راح مرجعها، وبعد شوية ممكن يطلقها تاني مش مشكلة، لكن يلعب اللعبة دي. لكن في أشخاص بيصل بيهم العلاقة بربنا أنهم يتفوقوا على الوصية، خصوصا وصايا العهد القديم. جديد ما فيش كده، لأن وصايا العهد القديم مش كاملة، المسيح كملها. كملها بإيه؟ كملها إنه من لطمك على خدك الأيمن فحوله لأخو. من العهد بيقول إيه؟ بيقول عين بعين وسن بسن، بصراحة لطمك اديله. العهد الجديد ما يقولش كده. العهد القديم تركيزه في الأعمال، لأنه العهد القديم موضوع على أساس الذي يحفظها يحيى به، اللي يعملها يحيى بيها. ما فيش في العهد القديم بالنعمة أنتم مخلصون، لا 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 لا، هو حصل كده في العهد القديم، ما حدش خلص إلا بالنعمة، لكن لم يعلن هذا إلا في العهد الجديد بعد الصليب. فهنا حينما يقول لنا الرب وصية، وممكن يشير لنا داخليا إن إحنا ننفذ ما هي أرحم منها، يعني أرحم من الوصية. في آية في العهدين بتقول إيه؟ نعم؟ أداب الناس اللي عايزة تزوغ من الوصية. لكن نفترض في وصية معينة في العهد القديم واحد عايشها، وبعدين لأن هنا بيتكلم في العهد القديم، سواء سفر إرمية في العهد القديم وتثنية في العهد القديم، وبعدين الرب يحسسه أنه يعني يقدم رحمة أكتر من المذكورة في العهد القديم، يعملها ولا ما يعملهاش؟ السؤال. طب ليه طب تقول لي إيه في العهد القديم؟ تقول كده. الرحمة تفتخر على الحكم، ده حكم قضائي، بالرحمة تفتخر عليه. فهنا بيقدم الرب الرحمة لمين؟ لبني يهوذا. طب ليه؟ الناس كنت تشتركوا معايا لحسن، الموضوع ده حساس جدا، يعني أنا عشان كده أخرت عليكم شوية النهاردة. يعني موضوع كبير بالنسبة لي أوي، لأنه مضطر يعمل كده. تصوروا مضطر، ما يقدرش يعمل غير كده. واكثر من كده يا شيخ عادل، دي ترنيمه، وهي في اصل عدد في العهد القديم الرحمه تفتخر على الحكم، يعني اللي عنده الحكم كذا والرحمه كذا، لو عمل رحمه ياخذ 100 جزاء خير عن ننفذ الحكم.
طب افرض ربنا نفذ الايه الايه بتاعت اللاويين، يعمل ايه في شعبه؟ ضربهم بالجزمه. دي مش مره راحت واحد ورجعت، ده هنا قايل وقايل الكلام ده سرده هنا حتى في ارميه، راحت لكل الناس تجري وراهم. وذاكر مصر كمان بالاكتر، ومدي كلمتين عن مصر يعني. طب لو عمل كده ما ترجعيش، طب المسيح يجي من فين؟ حل لنا المشكله، ما تتحلش. هو ربط نفسه بيهم الرباط، لازم يخلصوا بني اسرائيل لانه مكلمهم. برافو عليك يا دول. يقدر ما ينفذوش؟ ما يقدرش. طب ما في وصيه ايه؟ لا، الرحمه تفتخر على الحكم. هذا شعبي والى ان ياتي المسيح، وبعد كده حول على الكنيسه، خد الكرم منهم وادى الاخرين. فالتطور ده من الايه في سفر التثنيه عن قبول الرب لشعبه القديم في مش بس في ارميا وشائع وكل حته، ده تطور ضروري والزامي، وربنا الزم به نفسه ومنذ الازل، لان دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم. فمنذ وجود الله، لم نعرفش احنا امتى طبعا، ده الازل خالص، منذ وجود الله وشعب الله والشعب القديم، وينبغي ان يخلص هذا الشعب حتى يعني ممكن يتادب بالاف السنين، يتادب بعد ما صلبوا المسيح 1800 سنه ولا 1948 لغايه لما شافوا ولادهم تاني. ده قرار الله، وده موضوع مهم قوي الحقيقه. اي حاجه الوصيه تدين، لكن الانسان يشعر في قلبه، مش يعني انسانيا وبشريا وبتاع والارض تتنجس، يبقى خطيه ورا خطيه ورا خطيه، لا. لكن اي انسان يشعر في قلبه ان الرحمه تفتخر الحكم، دي اراده الهيه الرب يصر بها. على العكس بقى، لو ايه يزود اللطمات ويزود الادانه ويزود، تبقى كارثه عند الانسان ده، لانه ربنا شايف القلب. انا بدين على ايه؟ انا رخر قلب، انا يعني مش بتاع ديان. يا ديان يا عم، انا مليان شر. انا مش بكلم عن نفسي بس، انا صح كده، بس اعتقد البشر اغلبهم كده. فالرحمة تفتخر على الحكم. فهو هنا نفذ العهد الجديد في العهد القديم، حتى حكمة الله العالية، كل أحكامه بحكمة صنع، حتى يفسح مجالا للمسيح أن هو يأتي ويخلص البشر. لو قال لهم خلاص هموتكم، خلص الموضوع. تفضل. نعم، هللو يا حبيبي، لا مية مية يا شيخ عدلي. لكن هنا مفروض يطردها حسب الوصية، ولا طلقتك؟ ما طلقهاش. ده لسه جاي في بعد كده، أين كتاب طلاق أمكم؟ ما طلقتهاش يا عم، أنتوا اللي طلقتوني. ده بعد دي كمان. طيب، يبقى هنا إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأن وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. خدنا احنا التثنية 24 من 1-4، ناخد إرميا 2-7. احنا في إرميا دلوقتي، بس إرميا 3، نرجع صح اللي قبله، وناخد إرميا 2-7. بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم عملتم ايه؟ كلتم انبسطتم شكرتم. فأتيتم ونجستم أرضي بإيه؟ بتماثيل الكنعانيين والفرزيين. ايه دي؟ ايه المصيبة دي؟ أتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. ميراثي اللي هو الأرض اللي لكم مليان أوثان. الرب في الأواخر عند عهد إرميا
قال ما فيش شجره في اورشليم الا تحتها اكثر من وزن. ايه الرؤيه اللي تشافت يا رب؟ وبيت ربنا ما حدش رايح بيروحوا خالص، اكثر من ان ابن يوشيا حرق الكتاب المقدس. ايه البلاوي دي؟ ايه البلاوي بتاعت شعب دي؟ لكن تعالي ارجعي ارجعي ارجعي. لا يعلمون ماذا يفعلون. امين امين. طب ايه رايك يا شيخ علي دلوقتي برضه ربنا يكلمنا ويدادينا ويحيلنا واحنا نديله ظهرنا؟ ده كلام برضه؟ نشتم الناس، ندين الاخرين، ايه هو ده؟ ده العالم نفسه اترقى، عنده طيارات وعنده سيارات وعنده ده، واحنا ما عندناش. مش عايز بكلمه نحن يعني المؤمنين اللي هو ايه، المؤمن الايه اللي ودنا من طينه والتانيه من عجين، مش فاهم حاجه خالص. ده ليه؟ ما تترقى يا اخي، اعرف خالقك، مذكوره في امثال في ايام شبابك. المهم خدنا احنا ايه، ارميا 2:7، واتيت بكم الارض بساتين لتاكلوا ثمرها وخيرها، فاتيتم ونجستم ارضي وجعلتم ميراثي رجسا. برضه بقول لكم ارجعوا. في حزقيال 16:26، ده الادله دي بسيط قوي، الادله هنا هناخد شهرين ثلاثه بس، لكن ده يمكن 300 شاهد في كتاب مقدس عن زنا بني اسرائيل لما اكرمهم وانعم عليهم وطلعهم ورثهم. حزقيال 16، حزقيال ده السفر اللي قبل ارميه على طول، 26، ده لا اللي بعد، متأسف اللي بعد ارمي، حزقيال 16:26 و20. تفضلي كملي. أكرر الآية عشان اللي بيسمعونا في التلفزيون. وزنيت مع جيرانك بني مصر، ويوصفهم الغلاظ اللحم، يعني بيعملوك جارية، بيعملوك زانية، مش بيعملوك باحترام يا بني إسرائيل. وإحنا شفنا طبعا لما كانوا عندهم 400 سنة عملوهم إزاي، ما كانش واحد عنده أجرة، بياخدش أجرة، بياخد خد كل دول بس ياكل ويشرب بس، ويروح ينام ويرجع تاني الصبح اشتغل. طبعا طبعا بلا شك لا شك، لانه يعني من البدء خلقهما ذكرا وانثى، طلاق بعد تعمل ايه تاني؟ هم واحد اثنين، يعني ادم طلق حواء يعمل ايه؟ ما ينفعش. فمن البدء مفيش حاجه اسمها طلاق خالص. احنا قلنا بنقرا حزقيال 16:26. مشكله ربنا مع مصر الاعتداد بالنفس، الكبرياء. هنا كاتب غلاظ اللحم وما إلى ذلك، يعني بيذلوكي بغلاظة قلب. ده غيري خالص. إمتى ربنا أذل بني إسرائيل؟ إطلاقا ما حصلش. هم تعبوه جدا. إمتى ذل؟ هو بس بيحاسب شيء من الحساب، ومهما عمل ده شيء من الحساب. وبتروح تسيبه وتروح لمصر، مصر ذللهم من الأول ذللهم 400 سنة قعدوها هناك، وكل شوية يتصلوا بمصر يذلوهم المصريين، لغاية لما ربنا رحمهم وخلصهم وطلبوا زنا تاني يعني. لكن هنا في حزقيال 26 بيتكلم عن الزنا مع مصر، حزقيال 16 قصدي وعدد 26. وزدت في زناك لإغاظتي، يعني هم عايزين يغيظوا، هم سواء قاصدين ولا مش قاصدين بيغيظوا. طب ما بيقول كده هنا،
بيقول هنا كده لأن هم كانوا بيتعبدوا لآلهة المصريين في مصر، ولما طلعوا كمان حتى يشوع قال لهم شوفوا عايزين تعبدوا مين؟ تعبدوا اللي في مصر زي ما انتوا كنتوا، تعبدوا الأرض اللي احنا داخلين ليها زي ما انتوا عايزين، وهتشوفوا لسه الآلهة بتاعت الفلسطينيين والفريزيين واليابوسيين، ولا تعبدوا الرب؟ اما انا وبيتي بعبد الرب. قالوا له احنا نعبد الرب معاك. قال لهم صعب عليكم. قالوا له اعبد الرب. قال لهم لا خدوا بالكم، الرب اله غيور، ما تعبدش الرب واحد تاني، الله عنده الزواج الواحده بس. اختاركم ما تختاريش واحد تاني مش وراه. ما تعبديش الرب وبعليم، ما تعبديش الرب ورع ولا مش عارف بتاع مصر، اعبد الرب فقط لا غير، لأنه هيضربكم لو ما عملتوش كده. فهنا نفس الحكاية دي تنفذت في بني إسرائيل، لأن عمره ما كان الرب معاهم إلا مع قلة قليلة، دانيال وشادراك وميشاك وعبد ناغو، ناس قليلين قوي، يطلعوا مثلا 200 في العهد القديم كله، ما أعرفش طبعا ما عدتش العدد يعني، جايز 500 جايز 1000، ما ذكرش الكتاب مين دول. لكن في النهاية ربنا سحق شعب إسرائيل، وإرميا بيتكلم كلام ده وهو شايف السحق، وربنا قاله تنبأ عن السحق وشايف الخراب، وبيتكلم بناء على رؤية قريبة جدا سيحدث وحدثت أيام إرميا. تفضل. لا طبعا ده المعنى اساسا انه بيعبد اوثان، بيعبد اوثان، لكن هي عباده الاوثان دائما بتكون زنا، العباده زنا نفسها، هي عباده عباره عن زنا، زي مثلا بعل فغور لما بلعام الفغور قال لبلاق طلع لهم العباده بتاعتك، لان دي حاجه بتلذذ الجسد والجنس والبني ادم زي الحمار السوري ولا زي البهيمه. فبيمشي مره الحكايه دي. ففعلا مات 14,000 واحد في اسرائيل، لان 14,000 واحد زنوا في كام ساعه مع البنات بتوع عباده البعل فغور ده، ان عباده عباره عن زنا. اي حبيبي طبعا. طبعا طبعا. فنتقدم خطوة تاني في إرمية، نيجي لإرمية 2 اللي احنا إرمية 3 وعدد 2، احنا خدنا عدد 1. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي. احنا فسرناها بس بدنا نجيب شواهد عليها. في الطرقات جلست لهم كعربي، حاجة عجيبة جدا. يكون ربنا عارف ان النبي عربي ولا ايه؟ بس هي بالظبط كده، هي نجاسة عربية. هو طبعا عارف، طب مين يقول لي عارف ليه ربنا؟ من الكلمة اللي عن إسماعيل، إسماعيل كان جه دلوقتي، في الوقت ده كان إسماعيل موجود وراح واتجوز من مصر، عشان كانوا بيزنوا فوق مش يزنوا في الخفا، حتى يطلعوا لفوق هضبة يزنوا هناك، مش كده بيقول وقفت لهم كأعرابي، ما حدش عايزني يا جماعة، وهي ست يعني بمصر ست اللي هي الله الله راجلها، ما حدش عايزني يا جماعة النهاردة، أنا فاضية ما عنديش حاجة خالص، جالسة مستنية العربي يجي، مستنية قصدي الحزن معاها كأعرابي، هي تشبيه، أنت وقفتي لهم كأعرابي. يا رب ارحمنا. ناخد أمثال هنا، لا ناخد تثنية 12:2 الأول، تثنية 12:2 أنا مستخسر أفوت أي شاهد الحقيقة، لأنه الرب متألم جدا من حالهم يعني.
مش انا قلت لكم تخربون جميع الاماكن حيث عبدت الامم التي ترثونها الهتها على الجبال الشامخه وعلى التلال وتحت كل شجره خضراء وتهدمون مذابحهم. وانتوا عملتوا كده فعلا ايام شو عملوا كده؟ ترجعوا تاني زي ما شفنا الايه المره اللي فاتت، سمن يشرون فرفص، كل وشرب وانبسط، طالب يبقى زي عبرة الأوثان دول. ف الرؤية الإلهية للشعب القديم رهيبة رهيبة، واشتدت خالص في أيام إرميا، لأن ده كان الاقتراب إلى الخراب الشامل خالص، فكان الوصف رهيب جدا اللي بتوصف الإرمية عن شر الشعب القديم. أمثال 23، وده سليمان اللي بيتكلم عن الزنا. طبعا يعني الواحد مستغرب إن سليمان يقول الآية دي لكن قالها طبعا بروح القدس قالها، وكانت لي 1000 واحدة. أمثال 23، وأنا أفتكر دي من الآيات المهمة اللي ربنا بيحاسبه عليها دلوقتي، عدد 27 و28. لأن الزانية، لاحظوا أن قبليها أعظم آية قال سليمان في حياته اللي هي 26، بيقول لي سليمان هناك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترق، وبسبب 27 بيكمل الكلام يعني. لأن الزانية هو عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. سليمان لم يتزوج يهودية، الألف مش يهود. طب ما تقول لنفسك يا أخي، ما تقول لنفسك ده أنت عارف، أيوة بروح قدس عارف بس مش قادر ينفذ، لأنه بقى بيحطل ورا الستات وكلهم غريبات وبيعبدوا آلهة غريبة وبيلف على كل المذابح للآلهة الغريبة دي، ما كانتش واحدة منهم بتاعت ربنا، فما دخلش بيت ربنا في الآخر اللي هو عمله. ما عندوش ولا واحدة تتعبد لله، بنت فرعون دي بتاعت فرعون بس دي مراته الأولانية، وبعدين الألف الباقيين بقى والألف إلا واحدة ماشي وراهم وعامل لهم زي ما بنى هيكل الرب، عامل لهم هم كمان بيوت للأوثان. اتفضل. بالضبط. طبعا طبعا يا شيخ عادل، الله قدوس ولا يقبل اطلاقا الرجاسات أو رجاسات الأصنام، وآسف أقول إن في بعض العبادات المسيحية كلها زنا، مش زنا في السرايب، لا زنا في طعن الله، يسرق حق ربنا وياخد نفسه، متصور نفسه ده إيه ده؟ كل حاجة دولة حاجات. نعم طب هاتي لي آية في الكتاب المقدس قول اتعبدوا وتمسحوا بالصور، في وصية اللي هي كده خلاص يبقى غلط، يبقى ابتعاد عن وصية الله واتباع وصية الإنسان. في بني آدم قال كده أيوه، لكن مفيش الله، الله ما قالش كده، يبقى ده بيعبد مين؟ وصية الله ولا وصية الناس؟ يبقى زنا. هو ده الزنا، والعهد القديم كان كده،
بس كان لأنهم في ال يعني في الجوع الجنسي وبتاع كان بينقلب إلى زنا، لأن العبادات كلها كانت زنا مع البنات الصغارين، لا مش صغيرين يعني، البنات اللي هم الشابات يعني. فلذلك الزنا انتشر. مش بس الزنا، ده النظرة دي زانية كمان. ربنا يرحمنا يا دولة، ربنا يرحمنا. الواحد في منتهى الألم إن شعب الله بيتعبد لأقوال البشر. ليه؟ هم عايزين كده. ربنا يرحمنا. في حكاية العدد التاني احنا معلش مش لازم نستعجل، نخليها المرة الجاية نكمل يعني. في إرميا عدد أصح 3 وعدد 2 يا سيدي يا سيدي، إرميا أصحاح 3 وعدد 2. أيوة وصلنا أهو. إرميا أصحاح 3 ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي، يعني في حتة ما نجستهاش يا ستي، بزناك، بابتعادك عن الله، بعبادة غريبة، بمبدأ غريب غير الله، كله منجس. لا منسوب لشعب ربنا عارفه، بعدين هيبقى مليان زنا يعني. أما طبعا ما عارفه، ما شعب ربنا عارفه. ده فن فن يا شيخ عادل. مرة اسمه ايه ده الراجل المشهور ده اللي اسمه ايه، واحد إعلامي كده مشهور، عمرو أديب، فطلع كتاب من الأزهر ده بيصف الزنا. فطبعا عمرو أديب مكسوف قوي، وعمل جلسة معاه، فالراجل بيقول له ده يعني ده كتاب شرعي، ده الأزهر مصدره. قال له أصدر إيه الكلام ده؟ اه طبعا ما بقول لك كده، ده بيأيد كلام الشيخ عادل، حد مذهول لدرجة بيكره الإسلام موت. مرة واحدة قالت شعر في جلسة معاه برضه ضد الإسلام، هيا صيصة، وسقفوا فرحوا، لأنه أدرك إنه الدين اللي هو كان عليه، معرفش هو إيه دلوقتي، ملحد ولا إيه معرفش. نعم؟ ربنا يديله فهم. اقول ايه بس؟ ربنا يديله فهم، ربنا يديله فهم. في ارميا 2:7 اللي هو الاصحاح اللي قبليه، احنا ما قريناش الايه دي، بس ربنا بيوريهم الخير اللي هو عمله معاهم، لكن مع ذلك ما نفعش حاجه خالص. واتيت بكم الى ارض بساتين لتاكلوا ثمارها، هم مش لاقيين ياكلوا في مصر، وطلعوا في بريه جاب لهم من وميه، ودخلوا ارض جناين، أرض جناين بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي ركسا، خسارة فيكم التعب. إرميا 2:7، إرميا 2:7، وأتيت بكم الأرض بساتين لتأكلوا ثمرها، عشان تأكلوا وتنبسطوا وتفرحوا وخيرها، فأتيتم ونجستم أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. لذلك انتهى القرار وقت إرميا بإبادة البلد كلها.
كان وقتها قتل رهيب والعقاب تم. ناخد كمان آية تاني اللي هي آية إيه؟ اللي هي آية ثلاثة. لما أنت جلست لام كأعرابي في البرية وطالبة الشهوات وطالبة آلهة الناس دول وطالبة يا شعب يا شعب إسرائيل طالبين كل ما هو غير إسرائيلي فامتنع الغيث. طب أمطر عليكم ليه؟ ما فيش مطر. ولم يكن مطر متأخر، غيث ده المطر المبكر ولا متأخر كمان. وانت كان منظرك غريب بس انت مش فاهمة، كان منظرك مقرف. وجبهة امرأة زانية كانت لك. ايه جبهة الزانية دي؟ وحتى لغاية دلوقتي بنقدر نشوفها بسهولة يعني. يعني واحدة ماشية مرقعة في الشارع وحاطة مزينة وشها، يعني مين اللي عايزني؟ دي كانت واحدة. ايه مين الواحدة دي؟ هي أمة إسرائيلية طالبة بس اللي تدفع لها قرشين وتعبد آلهته، طالبة اللي تحن عليه قال. وربنا راح فين؟ ده كان وضع الأمة الإسرائيلية. الكلام ده من وقت من قبل إرميا طبعا. عند إرميا كمل العقاب فحدثت نهاية إسرائيل، شالت من بلدها. وبعدين بعد 70 سنة ابتدى الرب مضطرا انه يرجعها تاني عشان المسيح يدخل الهيكل اللي بناه زربابل ابن شألتيل. لا لا ده سنة 70 ميلادية زمان، ده مش قبل 70 ميلادية، ده سنة بعد 70 سنة السبي الأولين نبوخذ نصر. وبعدين في العهد الجديد بقى خربت خالص، بدل ما كان العقاب 70 سنة بقى العقاب 1948 سنة، لما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، لما صرخوا قالوا اصلبه اصلبه اصلبه. في إرميا 3 بيجينا شاهد في لاويين 26-19. احنا قرينا إرميا 3 اللي هي فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر وجبهة امرأة زانية كانت لك وأبيتي أبيتي أن تخجلي. مش شايفة وشك في مراية، منظرك مقرف. لوين 26، نرجع تاني لوين برضو. كل ده اللي بيبعد عن عبادة ربنا والكلام الآن دلوقتي، أي إنسان يبعد عن ربنا هيحصل له كل ده. لاويين 26-19. ناخذ من 18. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون، بدي هو الوصايا لبني إسرائيل اعملوا كده اعملوا كده عشان إيه يعني أريحكم، ما تعملوش كده هضربكم. من 18. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون، مع أنكم انهزمتوا وبهدلتكم لما ما طاعتونيش، مش سامعين برضو، لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم. واحد وقف ضد ربنا، ايه دي؟ مجنون. ده كان زمان الإنسان في مصر هناك يرتعب تماما يقف ضد جمال عبد الناصر، لن يجد نفسه، ما عندوش وزار، قتل على طول. كان مشهور بحوادث العربيات، واحد من الجنود يركب لوري يروح خابط العربية، مات الإنسان خلاص، حادثة خلص بس مات. العدو بتاعه ده عدو بتاعه جايز يكون نائب بتاعه، قتله بعدين في بعد الهزيمة، ما عندوش هزار خالص. وللأسف بيعملوا كده مع اللي هو صاحب الخير عليهم. الرب هو صاحب الخير عليهم، هو اللي أخرجهم ودخلهم أرض بساتين بعد ما اعتنى بهم في البرية. لويين 26-19. فأحطم فخار عزكم. إيه فخار عزكم ده؟
هو لسه ما اتبناش، اللي هو الهيكل العظيم الذي بناه سليمان، ده من اللويين. الهيكل العظيم اللي بناه سليمان اتحطم. ازاي اتحطم؟ اتحطم ازاي؟ ده الهيكل اللي على شبهه اللي هو ولا حاجه بالنسبه للهيكل العظيم. التلاميذ بيقولوا للمسيح ايه؟ انظر هذه الحجاره وهذا المبنى. ده الخراب الثاني بعد الخراب الاولاني. المسيح قال لهم يترك حجر على حجر الا ينقض، وفعلا حصل. الاولاني هدم هدم رهيب. نبوخذ نصر يعني افترسهم افتراس. اللي هو نبوخذ نصر لما شال اورشليم حرقها خالص، ما فيش بيت واقف على حيله، وسلم الارض للغلابه عشان يزرعوها. وبعدين خدوهم مصر، خافوا من نبوخذ نصر زي ما قلنا قبل كده. لما مات الوالي، عين والي نبوخذ نصر، فاتقتل واحد اردني بني عمون يعني، فارتعبوا جدا البقيه من اللي قاعده هناك، شويه الفقراء على كم واحد من ضباط الجيش هربوا، فراحوا شالوا نفسهم من مصر. راحوا مصر يحتموا هناك، فراح لهم نبوخذ نصر وبهدلهم هناك. ده اللي هو العقاب اللي على واحد واقف ضد ربنا، واحد واقف ضد ربنا. خالص يا شيخ، خالص يا حبيبي، خالص خالص. أصله محبة أبدية حبه، لأنه دايما يفتكر إبراهيم وإسحاق، وإزاي إبراهيم قدم إسحاق، وإسحاق الولد قاعد صغير كده هيتذبح، مش جايب السكينة بتاع أبوه. المناظر عند ربنا عايشة مش ميتة. ويعقوب إزاي الأب كان ملتوي شوية، وإزاي احتمل التأديب من ربنا واداله الحق المخلوع. ويوسف ده لما فيها بقى يعقوب مش شايف حاجه، وبعدين يوسف قصدي يعقوب نزل مصر، خاف ينزل مصر لان ابراهيم قبل كده نزل مصر وتعب خالص. فظهر له ربنا قال له انا اكون معك، اصعد معك وارجعك هنا. ايه ده؟ خلاص راح مصر. فخوف الله اللي موجود في عند ابراهيم واسحاق ويعقوب قدام ربنا على طول، ودول نسلهم خلاص. فلذلك ثبت الامر لغايه لما وصل المسيح، وربنا شاف لنا احنا منظر اكتر. طيب، واحطم فخاري عزكم، وعدد 19، واصير سماءكم كالحديد وارضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم، وارضكم لا تعطي غلتها، وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. طبعا مش واحد واقف ضد ربنا منتظر ايه خير يجي له من فين، واحد ضد الله. وحتى الخرابة اللي على الأمة الإسلامية لأنه وقف ضد ربنا، ما وصل أبوه وما قتلوه، هيجي له خير من فين؟ الخير هيجي لكم من فين؟ ما فيش خير، رافضين الصليب. عدد 4، خلاص قربنا ايه نخلص الدراسة بتاعتنا. وابتدى عدد 4 يلاطف معاهم تاني، حاجة عجيبة بيلاطف، لانه لو ضرب جامد ممكن يموتوا كلهم، هم رب مش عايز كده. المسيح لازم يجي، والشعب القديم ليه عندي مكان في الأبدية. نعرف انه ابواب اورشليم من الشعب القديم، الابواب بتاعت اورشليم 12 باب 12 سبط بالعهد القديم، فليه مكان في الابديه. فلذلك لابد يرحم. فهنا بيقول في عدد 4، ألست من الان، يعني نفسي يسمعها. شفتوا الحكايه دي؟ حاجه عجيبه خالص، ربنا نفسه يسمع من الشعب اليهودي كلمة يا أبي. يا أبي، ده عشرتنا طويلة مع بعض، يا أبي ما حدش قالها له، ما حدش قالها له.
ألست من الآن يعني خلاص احنا بقول لك تعالي ارجعي بقى، ما ترجعي بقى، ارجعي قولي لي يا أبي، ارجعي يعني توبي توبة يعني، ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صبايا أنت؟ تصوروا وسامحوني يعني، طبعا انتوا بعد الشر عنكم وعني انا برضو، لكن تخيلوا انسان بيحب مراته خالص وقاعده تزني بره ورا ورا ونفسه نفسه ترجع مش راضي، تعرف ايه دي؟ ده مشاعر ربنا لشعب بحاله بلوف بلوف يهوذا والوف اسرائيل. جاي تاني العدد اللي بعديه على طول يا دولة، هنا على طول هنقراها دلوقتي في أمثال 2:16 وأمثال لا إرمية 2:2 أمثال 2:17 نشوف بيقول ايه في سفر الأمثال هناك، أمثال 2:17 التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها. تكلم عن مين؟ عن من إسرائيل؟ مش عايز ترجع لي. نعم، ما ده كله كتابهم هم، ما ده كله هو علاقته هو بهم بس، ما لوش دعوة بالناس تاني، طبعا شعب الله. هو بيتكلم عن بعض البلاد كجزء من التاريخ، لكن الكتاب العهد القديم كله بتاعهم، ربنا بيخاطبهم عشان يرجعوا، بس يرجعوا. التاركة آليف صباها والناسية عهد إلهها. وفي إرمية 2:2 يقول ايه كمان هناك عن الحتة دي، الإصحاح الأولاني، اذهب ونادي في أذني أورشليم، يروح يرمى نادي هناك قائلا هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك. ارمي 2:2 ارمي 2 نفس الاصحاح نفس السفر، ذهابك ورائي في البريه في ارض غير مزروعه. هو الحقيقه كل ده ما حصلش، بس هو ربنا بيتخيل. يعني هم في البريه كانوا حلوين رجعوا لي ابدا، عملوا عجل على طول بقى مطلوب. ولهذه الهتك اللي خرجت من ارض مصر، لكن لأنهم تبعوه ما عادوش مع المصريين اعتبرها يعني حاجة حلوة. عارف اللي بيتلكك يعتبر حاجة حلوة؟ ربنا بيتلكك علشان عواطفه هيجة معاهم، بيحبوهم بيحبوهم، حاجات عجيبة جدا. وأي واحد على فكرة يحصل له كده ومراته يعني تكون قرفاه هو فرحان بيها، هياخد كليل كبير جدا، ده زي ربنا بالظبط مع بني اسرائيل، والام صعبه جدا، اكيد ربنا هيكافئه فوق بقى كتير، ده غلب هنا، خصوصا لو يخلصوا بقى بعد كده يبقى الانتاج عاوز حدث ثمر وبركه وتعب شديد، وده اللي عاشوه الرسل الحقيقه. يعني بني اسرائيل كانوا غلاظ القلب بشكل رهيب، استمروا مدة كبيرة كده، بولس بيعيط لأجلهم زي ما إرميا كان بيعيط دموع هناك، بولس في الدموع ويذكرهم يا رب عايز خلاصهم وهم عايزين يقتلوه. فاللي ربنا بيحط في أولاده وقدسيه هذا الحب نحو الخطاة، ونشكر رب لما بيجي الإنسان كله بيتشال يعني. عروس أكتر طبعا، العروس أكتر، أيوة طبعا طبعا طبعا، نظر لنا شيئا أفضل إن إحنا عروسة لكي لا يكمل بدون هم أصدقاء العريس، هم الحاضرين الفرح، إحنا اللي جالسين معاه على الكرسي، هو كرسي وإحنا كرسي يعني.
فاحنا العروسه. اطولنا عليكم لكن ايه، ناخد العدد الاخير كده، وان شاء الله المره الجايه نقلل الاعداد عشان ما نطولش عليكم. في ارميا في عدد خمسة بيقول، ارميا 3:5، هل يحقد الى الدهر؟ ده طبع ربنا، طبع ربنا. او يحفظ غضبه الى الابد؟ ها قد تكلمت انت يا بني اسرائيل وعملت شرورا واستطعت، يعني يا فاجرة. لكن هل ده يخلي الرب يحقد الى الظهر؟ ما اقدرش، لان لو حقدت للظهر يعني الشيطان غلبني، الشيطان مش ممكن يغلب الله، يبقى خلاص ما فيش، مستحيل يكون كده. فغرض الله لازم يتم، بس يتم بايه؟ يتم بسحقك يا اسرائيل. اكتر بلد في العالم اتضربت اسرائيل. اتضربت زمان خالص طبعا، خالص اتبهدلت، بعدين اتضربت عندما اتشال الهيكل واتشال القصور واتشالوا البشر وبقت للحيوانات الوحشية، واتضربت 1948 سنة، ده ضرب الكلاب، مرفوضين من العالم كله، ما لهمش وطن، لغاية لما، لأنهم قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، لغاية لما رجعوا. دلوقتي نشكر ربنا، ربنا رضي عليهم، ربنا رضي عليهم. هم بيعتبروا كمان أنه عهد السلام بينهم ومصر ده إنجاز كبير في رضا الله عليهم، أن أقوى بلد عندها جيش مصدقاهم دلوقتي، ما تقدرش تعمل حاجة اللي هي مصر، الباقي ما عندوش جيوش، فهم حاليا عايشين العز بصراحة. يعني ليه؟ لأن وقت العز وصل، بس بعد كام سنة وقت العز؟ 2000 سنة في العهد الجديد، ده غير حوالي زيهم في العهد القديم، كله ده ضرب. دلوقتي وصلوا العز، حوالي 4000 سنة بيتضربوا. نعم، قلت ليش خليك هالكين يعني ايه؟ اليهود. ايوه، لا دلوقتي هم في عزة. اللي حاليا اليهود دول مش كلهم علمانيين، ده فيهم ناس متدينين قوي، والشيوخ اللي قاعدين يعملوا كده على الهيكل ده وغيرهم، وفي 144,000 واحد محسوب عليه في العهد الجديد مكتوبين عنهم، مش كلهم هالكين، فيهم الهالك طبعا. اهو برافو عليك. هيتجدلوا في الضيقة، لأن اسمها ضيقة يعقوب، بيخلصوا دلوقتي. في حاجة دلوقتي اسمها جوز فور كرايست، دي منتشرة الحكاية، الدعوة دي وألوف في العالم كله، فدلوقتي وقت عودتهم للمسيح، ما هماش أعداء المسيح دلوقتي، هم عودتهم للمسيح. أيوة رجعوا كتير، ده كل شوية يجي لي جواب عايزين نبص عندك نبص. يا عمي الله يباركك. ما هو دول راح وصلوا اسرائيل خلاص، طردوهم من السودان وصلوا اسرائيل، فطردوهم من الحبشة، هم كانوا في الحبشة. يعني قصدي دلوقتي وقت راحة لاسرائيل. ليه؟ لانه قرب وقت الملك الالفي، ولذلك الرب مديهم راحة، لكن قعدوا 4000 سنة في ضيق، من وقتها لنبوخذ نصر ومن وقت صلب المسيح لغاية النهاردة تقريبا 4000، مش حاسبها بالضبط. يعني الرب لا يخاصم إلى الأبد،
احنا قريناها دلوقتي دي، هل يحقد الى الدهر او يحفظ غضبه الى الابد؟ قد تكلمت عملت شرورا استطعت، لكن هقول لك حاجه، انا مش للابد، لابد انت ليكي ميعاد معايا، ولابد ان يظهر الرب لك ويعمل معك في اواخر الدهور. والضيقه بتاعت يعقوب فيها هيكون مجهزة 144 ألف واحد، 12 ألف من كل صف، ده غير اللي بيؤمنوا في الآن يعني، ومن مدة كبيرة ابتدى إيمان اليهود. لكن الضرب اللي قاسه اليهود في العالم أكثر دولة قاست، لأن أكثر دولة عاصية، لأن أساسا الرب ملك عليها، الدول التانية ملك عليها الشيطان، تصرفوا مع بعض، لكن دولة الرب تعصى الله شغال ضرب فيها كتير قوي. نختم بإشعياء 57 وإشعياء 17. إشعياء 57 اللي يعني أن ربنا يعني لا يحقد إلى الأبد. إشعياء 57 وعدد 16، لأني لا أخاصم إلى الأبد. طب بالنسبة لنا احنا برضو كده، اوعى تفتكر ربنا خصمك يعني انتهى، بس ارجع كده هتشوف يحصل ايه. لا، لاني لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر. ليه؟ لان الروح يغشى عليها امام، يعني لو انا حاسب بالظبط كل انسان يموت. الله رهيب، يعني لو فعلا وقف للابد انتهى الانسان، انا مش عايز انهي انسان. اللي ليا في شعبي هاخده، وكل واحد في مكانه، واللي ملياش شعبي خلاص يبقى هو رفضني رفض تام، لكن انا مش هرفضه، لكن رفضني رفض تام، فبالتالي مش هقدر اخده السماء بالغصب يعني، خلاص هو رفض. فده اللي هو يعني ما زرعه الانسان اياه يحصد. وفي اشعياء 17 ده اخر واحد وعدد 15، إشعياء 17 وعدد 15، لا متأسف مش دي، لا يمكن تكون إرمية 17، مش فاكر، مش لازم يعني، لما لهاش في إرمية خلاص، إرمية 17 عدد 15 ليه معناه؟ لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه. ما كتبتش الشهد، شكرا للرب، تفضل حبيبي. تقول ايه ده ولد فلك؟ لا هنا الآية، لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، يعني لو ظهر بجبروته قدام بشر انتهوا البشر، فلذلك بيعملهم على قد ما يحتملوا يعني. تفضل حبيبي جورج. نعم، لا مقتبس ايه ده، روح القدس اللي بيتكلم. اصلا مش بالظبط بالنطق عشان يقلها، لا لا ده بالمعنى، يعني هنا آية إشعياء ممكن تكون 15 كلمة، آية إرمية تكون 7 كلمات، فعشان كده ده بروح القدس نفس المعنى قاله هنا وقاله هنا، لكن لو منقوله تبقى بالحرف يعني، لكن ما هيش كده، وحتى المعنى صح، لكن التعبير عنه ده بيختلف عن ده. طبعا طبعا موجود. ايوه ده ايه ده، انت طلعت لنا الايه، يا شفت بقى اللي ساكت ساكت وهادي كده ويطلع لنا بالآية. إشعياء كام حي؟ 57. إشعياء 57
ونطلعها دي والدي عشان اخي جورج سؤالك ده عشان برضه مهم نعرف فرق بين دي والايه دي والايه دي. إشعياء 57 عدد 15 إشعياء 17 مش كده؟ 57 متأسف إشعياء 57 وعدد 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبدي القدوس اسمه دي الآية مشهورة جدا في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيا روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين فأنا فوق عشان أريحكم لذلك لا أحقد للظهر. طب نطلع بقى اللي هي إيه اللي هي إرمية إرمية كام إرمية أربعة خمسة مش كده نطلع إرمية إحنا بنقرا فصح كام في إرمية صح ثلاثة صح ثلاثة مش كده ثلاثة خمسة إرمية ثلاثة خمسة نعم نعم تفضل اقراها تفضل لكن يعني بنجد مش لما نقول حرفيا يعني ده بروح القدس ده بروح القدس هللويا. المره الجايه مش هتطلع عليه كده يعني انا حتى لو هبقى يعني قريت شويه كتير هخليهم انقسموا على نصين بحيث تطلعوا في ميعادكم عشان الاخ جورج عنده حونه. كل خير يا حبيبي اتفضل اتفضل شكرا حي تفضل هللويا.